بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. لك الحمد أن بعثتني من مرقدي، ولو شئت جعلته السرمدا. حمدا دائما لا ينقطع أبدا، ولا يحصي له الخلائق عددا. اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت، وقدرت وقضيت، وأمت وأحييت، وأمرضت وشفيت، وعافيت وأبليت، وعلى العرش استويت، وعلى الملك احتويت. أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتدانى في الدنيا أمله، واشتدت إلى رحمتك فاقته، وعظمت لتفريطي حسرته، وكثرت زلته وعثرته، وخلصت لوجهك توبته. فصل على محمد خاتم النبيين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله، ولا تحرمني صحبته، إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا، اجعل قوتي في طاعتك، ونشاطي في عبادتك، ورغبتي في ثوابك، وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك، إنك لطيف لما تشاء. برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.